بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا
وجعل
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا قالوا يا ويلنا من بعثنا
لطمسنا على
الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء ونسي خلقه
وسواء
أجرا
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون لو يشاء الله أطعمه
هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.